هذا أحد الأوجه اللي إجتي مع آخر تحديث اللي لاحظته، فإذا تريد تعرف كل شيء عن هذا التحديث تابعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. مثل ما بينت في البداية، جاني تحديث الهواوي GG2. اليوم راح نتعرف على أهم الخصائص والمميزات في هذا التحديث. بالنسبة أول شيء، راح تجيك واجهات جديدة تنزلها يدويا من المتجر، هاي أول نقطة. وثاني نقطة، راح تتمحور حول التمارين المصارعة والرقص والجمناستيك والقاعة والسباحة وغيرها، راح تضاف كوما خصائص بالنسبة إلى تمارين الرياضة. هذه هي أهم خاصيتين لاحظتها أني. الخاصية الأخرى اللي هي التقاط الصور باستخدام الساعة، تقوم تقدر تلتقط الصورة باستخدام ساعة الهواوي GT2. ولكن هذه الخاصية ما تشتغل فقط مع ملاك أجهزة هواوي الواجهة MIUI 10. إذا كان جهازك هواوي ولكن الواجهة مالتك مو 10 9، فما تشتغل فقط الأجهزة الحديثة. فخلنا نجي نشوف الواجهات وكذلك التمارين الرياضية. هذا أول وجه اللي انضاف، تلاحظوا هنا أنا. هذا الوجه الثاني، الوجه الثالث، الوجه الرابع، الوجه الخامس، السادس، والسابع، والوجه الثامن، التاسع. عملية تنزيل هذه الأوجه موجودة عندك أمامك، أنت تنزلها ظهر. العاشر، هذا في شيء رايق حلو. هذني خاصات بيه، وهذا أيضا حلو. هذني بالنسبة إلى الأوجه اللي نزلت جديدة في متجر الصحة لهواوي، تنزلهن يدويا. بقى شنو الإضافات الأخرى؟ كل الإضافات تمحورت على الرياضة، فمن نضغط على تمارين تلاحظ هنا عندنا هاي التمارين. هنا اجى فقط التحديثات الأساسية، فتلاحظ هنا هاي كلها موجودة، ركوب الدراجة والسباحة والتسلق جهاز التجديف الرياضي. تلاحظ هنا اضافت هنا الخصائص تمارين حرة، هنا تجي هنا تمارين حرة والاضافة. راح اقول على الاضافة، تلاحظ هنا هاي اللياقة البدنية اللي اضافت، مثل عندك تدريبات القوة اذا كنت مسجل ابقاعة، دراجة ثابتة، وآلة صعود الدرج، وجهاز مشي، كلها تتعلق في القاعة الرياضية. هذني كلها اجهزة في القاعة الرياضية موجودة، اليوغا وغيرها. تلاحظ هنا والكورس فيت، وتدريبات وظيفية وتدريبات بدنية، تايكوندو، ملاكمة، حركات الملاكمة، الكاراتيه، مبارزة والرقص، كل أنواع الرقص والبالية، لياقة بدنية. تلاحظ هنا كل هاي انضافت، تزلج بدون قتالية، رقص ساحات. هذني الإضافات الجديدة، صيد السمك والسباقات، تنس، بليارد، بولينج، كرة طائرة، هذني كلها انضافت، قوارب، تجديف، ركوب أمواج، تزلج على الجليد،
الصخور، سباق سيارات. هذين هن المحاور في تحديث في هذا التحديث. بعد ملاحظة الأوجه الجديدة اللي في ساعة الهواوي جي جي 2 وكذلك تمارين الرياضية، طريقة التحديث انه نزل اخر تحديث للصحة او اللي قبله، يعني 10.0.5 515 او 533، اذا 500 وكسر 10.5 بوينت. رابط ماته راح اتركه في اسفل الوصف، رابط تحديث متنزله راح يجيك التحديث مباشرة تقدر تحدث. ولكن عند استخدام هذا التطبيق الصحة هذا الاصدار ودخله داخل تايتشي مثل ما راح تلاحظون ما راح يشتغل عندك تنزيل اوجه من خارج التطبيق. فاذا تريد ترجع تنزيل اوجه من خارج تطبيق صحة هواوي من خارج المتجر، نزل تطبيق الصحة 10.0.2.3.3.3، ايضا رابط ماته يكون في اسفل الوصف، نزله ودخله داخل تطبيق تايتشي وراح ترجع لك تنزيل اوجه من خارج تطبيق الصحة مثل ما راح تلاحظون امامكم. هاي فقط طبعا لأجهزة الاندرويد، وليس هذه فقط لأجهزة الاندرويد، طبعا تخص تنزيل اوجه بصورة عامة ما عدا أجهزة هواوي وهونر. هواوي وهونر بين السابقة انه فقط باستخدام تطبيق البيتا، تطبيق الصحة البيتا تقدر تنزل فقط وجه واحد. هذا اللي كان عندي اليوم، لا تنسى من الاشتراك بالقناة اذا لم تكن مشترك وتفعيل جرس التنبيهات لتكون على علم اول باول فيديوهاتي اللي راح تنزل. اذا كان عندك سؤال او استفسار اكتب لي جواب التعليقات وسأرد عليه باقرب فرصة ممكنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.